الله ما شاء الله والحمد لله ما شاء الله ما شاء الله والحمد لله ما شاء الله والحمد لله ما شاء الله ما شاء الله والحمد لله ما شاء الله والحمد لله نحمد ربنا على جميع الأحوال ما شاء الله والحمد لله ما شاء الله والحمد لله. تاريخ اليوم تاريخ مميز لمحاربة النفس أمارة بالسوء، تاريخ مميز لتشجيع النفس أمارة بالخير. 10/10/2024 والأيام بتمشي والسنين بتمشي، الله يطول في أعماركم. أكبر مشروع، أحلى مشروع، أكبر استثمار، أحلى حب، نحن نحاول نحصل على حب الله ورضاه. كيف؟ نظبط النية، إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. من حبنا لله بنحب جميع عوالم الوجود، أدنى مراتب الوجود هو الجماد، الأرض، الوطن، بعدين بيجي عالم النبات، بعدين بيجي عالم الحيوان، بعدين بيجي عالم الإنسان. عالم الإنسان ربنا شرفنا، إحنا أشرف المخلوقات، خلقنا في أحسن تقويم، نفخ فينا من روحنا، نفخ فينا من روحه، نفخ فينا من روحه. هاي من أهم الشغلات اللي إحنا لازم نتذكرها، إنه إحنا فينا روح الله. يا من نصير أحسن من الملائكة اللي من غير شهوات، نتغلب على شهواتنا اللي هي شهوة التملك، شهوة الحقد، شهوة الحسد، شهوة الغيبة، شهوة الشهوات الجسدية غير حلال، أو شهوات النفسية، أو شهوات اللي هي الحيوانية بنسميها. يا منتغلب على الشهوات هاي، يا منصير احنا أدنى من الحيوان اللي هو مع انه عنده شهوات، ما عنده عقل ولا عنده فكر زي الإنسان ولا تكوين زي الإنسان، فبصير احنا بنصير أسوأ، تكرمه من الحيوانات، قلبنا بصير حجر، نقتل بعض باسم الدين، بنفس الدين، نفس المذهب، عم نقتل بعض، واحنا كلنا ربنا خلقنا من واحد، من شجر واحد، من غصن واحد. احنا اكرمكم عند الله اتقاكم، في كل الاديان بيقول لك احنا عباره عن الاخلاق، الدين عباره عن الاخلاق. فكلنا عندنا اغلاط، اولهم انا اكثر واحد عندي اغلاط، عم حاول احارب النفس الاماره بالسوء. قلنا كيف نحاربها؟ بالنيه. اكبر مشروع واحلى حب، نحب لله، نتذكر دائما انه احلى حب حب لله. فلما نحب الله كثير بنصير بنحب كل الناس، بس بالترتيب لازم اول شيء نحب نفسنا، بعدين نحب اهلنا، نحب جيراننا، نحب المجتمع كله، حتى الاعداء، الاعداء من الاهل، الاعداء من المجتمع، الاعداء من الجيران، وحتى الناس اللي هم اذونا كمان. كيف بنساعدهم؟ والله يسامحهم، الله يهديهم، حسابهم عند ربنا، ونبعد عنهم، بس ما نأذيهم، ما نسبهم، لأنه كمان مرات الواحد بيتأثر من الناس اللي حواليه، خصوصا إذا كانوا مأذيين، بيبعد عنهم بكل أدب. قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو كل الرسل السابقين كانوا كمان قدوتنا، اللي هم في الأخلاق كان يعاملوا كل الناس، حتى اللي كان يؤذوهم يعاملوا معاملة حسنة. نتذكر انه كمان ايه القرآن الكريم، ان الذين امنوا وعملوا صالحا فلهم جنات تجري من تحت الانهار. نتذكر كمان ان الله يحب المحسنين، ان الله يحب الصابرين، ان الله يحب المتقين، ان الله يحب المتطهرين. والتقوى والتطهر انواع، نظافة من الايمان، بس اكيد اقوى تطهر هو تطهر القلب. حنواصل دائما ندعي، الدعاء بغير القدر، الدعاء نوع انواع الاحسان، الدعاء نوع من انواع الصبر، الدعاء نوع انواع التقوى. شو بدنا احسن من انه الله يحبنا؟ حندعي لشفاء الناس من جميع الامراض، ولترقي ارواح الناس اللي راحوا، اولهم والدي محمد مهدي يكسل، وكل الناس مختلف مذاهبهم واديانهم، انه الله يعليهم اعلى جنات خلد الفردوس. كل الناس، يا إلهي، هذا عبدك وابن عبدك الذي آمن بك وبآياتك وتوجه إليك مقطعا عن سواك، إنك أنت أرحم الراحمين. أسألك يا غفار الذنوب وستار العيوب،
بأن تعمل به ما ينبغي لسماء جودك وبحر أفضالك وتدخله في جوار رحمتك الكبرى التي صبغت الأرض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. يا إلهي اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم. سلم إيديكم وقلبكم، ما شفناكم بالعين بنشوفكم في القلب، ما شفناكم في الدنيا بنشوفكم في الجنة. نجاحكم في الدنيا والآخرة هو نجاح لإلي في الدنيا والآخرة. اللهم استعان، اللهم استغاث.